بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده والكوره مع فايت. النهارده عندنا حوار ساخن وحلقه مهمه مع صاحب التسعه، مع اللي معاه فتح باب وطاقه القدر للاهلي. ايوه هو ده الراجل ده قفشه اللي من 2013 وما كانش النادي الاهلي عنده إمكانية الفوز بالبطولة. من 2013 قعد فترة طويلة جدا جدا لا يتمكن الأهلي من إحراز هذه البطولة. مع قفشة ممكن، لأنه من بعدها والأهلي ما شاء الله فكت الدنيا التسعة والعشرة والحداشر والاتناشر. فعندنا حوار مهم جدا جدا مع ملك الزمان والمكان، مع صاحب اللي جاي واللي جاي قبل واللي جاي واللي بعده. وما تخافش من اللي جاي، انت تخاف من بكرة، وما تخافش من بكرة، انت تخاف من اللي جاي. ملك الحكم والأقوال والعبارات المقصورة، نجم النجوم مستر قفشة، مشرفنا النهاردة في الجزء الثاني. بتنسوش الهاشتاج بتاعنا هو قفشة مع فايق، وهتبعتوا كل الأسئلة اللي انتوا عايزين تسألوها لقفشة خلال الحلقة. أما فيما يتعلق بمسابقتنا، فإحنا لسه مكملين معاكم للأسبوع الثاني من صاحب آخر هدف تتويج لمنتخبنا الوطني في كأس الأمم، من صاحب آخر هدف تتويج لمنتخب مصر في كأس الأمم. وما تنسوش الجائزة بتاعتنا هي آيفون 15 برو ماكس والحاجات والحركات اللي احنا دايما بنتكلم فيها مع حضراتكم. ده ما يتعلق بالسؤال بتاعنا. دايما بنكون موجودين مع حضراتكم من الجمعة للتلات، الكورة مع فايق الساعة 11 برعاية موسم الرياض. تقدروا تتابعوا كل الحلقات، عشان في ناس كتير بتبعت تسألني ليه الحلقات ما بتنزلش كاملة على اليوتيوب. تنزل منها مقاطع على اليوتيوب على MBC مصر 2 وعلى الكورة مع فايق، الاتنين دولت على اليوتيوب. وكمان هتلاقي الحلقة كاملة بجودة أعلى بكتير، تعرف تتبسط بيها وبالمجان على شاهد. فلو انت رايح لليوتيوب في حاجة أروق كمان على شاهد، تعرف تتفرج على الحلقة بالكامل بعد ما تنزل، تسلي نفسك فيها بدل ما ترهق نفسك في اليوتيوب. مش كده؟ اتفقنا؟ البداية ساخنة بل وساخنة جدا عزيزي المشاهد، خاصة الأهلاوي منه، لأنه هبتدي هذه الحلقة بانفراد مهم. لعلك تعلم جيدا أن الأهلي حاليا يتردد اسم كوناتي، مهاجم أخمت الروسي، أخمت جروزني الروسي، اللي بتردد اسمه بشكل كبير جدا جدا خلال هذه الفترة. راجع عنده 25 سنة، مسجل 13 هدف، صنع هدف وحيد، لعب خلال مسيرته الدولية مع منتخب بوركينا فاسو 24 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع هدف. ايدينا في بق الأسد على طول علشان نعرف القصة، في منه ولا الهيصة دي مفيش منه؟ فحالا نعرف منه ولا مفيش منه. تصريحات خاصة وحصرية لبرنامج الكورة مع فايق نتابعها سواء مع حضراتكم دلوقتي حالا من خلال ديمتري وكيل أعمال محمد كوناتي المرشح للانتقال للنادي الأهلي، مترجمينهم لكم على الشاشة وكمان بالكتابة بالسبتايتلز يعني بالعناوين وبكل حاجة. وكمان هرجع أقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال للي هيبقى عنده عقبة في مسألة الرؤية، فهقول لحضراتكم هو قال إيه بالظبط. تعالوا نتابع مع حضراتنا ومع حضراتكم آسف ديمتري وكيل أعمال كوناتي. Hi, what I would like to tell you about Konate. Konate, 31 of May, finished contract. Now we have different offer. We don't make final decision, but we have offer from different country, include Egypt. If for you will be interesting only Egypt, I tell you. If he will come to Egypt, will be Al Ahly. If he will go different country, we will see. Because he have offer from Europe, he have offer from Qatar, he have offer from Saudi. We will see where he will go. But now he's in nationality team. 6th of June, he will play opposite nationality team Egypt. And everybody will see him on the field. After when all games, after two games for the nationality team, we will make decision with Konate where he will go. That's all.
تصريحات خاصة وحصرية لوكيل كوناتي المطلوب بالاسم من مارسيل كولر. الراجل بيقول فيها انه هذا الرجل يمتلك تعاقدا انتهى فأصبح حرا ومن حق اي حد انه يتعاقد معاه. قال انه عنده عروض من كل من قطر والسعودية واحد الأندية في مصر، وقال إذا كان حيتواجد في الدوري المصري فسيكون من خلال بوابة النادي الأهلي، وكان واضحا ومباشرا قال إنه اللاعب متواجد حاليا مع منتخب بلاده بوركينا فاسو علشان خاطر هيخوض لقائه المقبل أمام منتخب مصر يوم 6 إن شاء الله بإذن الله. قال الناس تقدر تشوف كوناتي في هذا اللقاء والأجواء واضحة والدنيا واضحة قدام منتخب مصر. وقال معلومة مهمة جدا إنه اللاعب سيحسم الموقف بعد التوقف الدولي. لمن لا يعلم العديد من المعلومات عن كوناتي، 26 سنة، النادي الحالي أخمد جروزني الروسي، عدد المباريات 35، سجل من الأهداف 13، صنع من الأهداف لديه هدف وحيد، المباريات الدولية مع بوركينا فاسو 24 أهداف دولية، 5 أهداف، صناعة أهداف هدف وحيد. إذن ده اللاعب اللي الناس كلها بتتكلم عليه، قربنا الصورة أكتر عشان الناس تبقى عارفة القصة بتبقى عاملة زي مسألة التفاوض والهات والخد والحاجات دي كلها، طبعا زي ما حضرتك عارف بتاخد وقت تاخد مدتها، إنما المعلومة دلوقتي أصبحت عندك إنه اللاعب لو هيبقى في الدوري المصري سيكون عبر بوابة الأهلي، وأن هناك عروض من أوروبا وعروض من قطر ومن السعودية. النهاردة كان في لقطة كده في الدوري الترقي، دورة الترقي زي ما حضراتكم عارفين تبقى فرق كلها بتحاول الصعود إلى الدوري الممتاز، وإذ بي الكل يفاجأ بأنه بيتم اختيار عدد 2 حكم لهذا اللقاء، فيروح الكابتن نادر قمر الدولة حكم المباراة عشان يبقى موجود، فيلاقي الكابتن أمين عمر حكم المباراة هو كمان موجود، فبقى عندك 2 حكام ساحة بيديروا اللقاء. اللي أدار اللقاء فعليا زي ما أنا هجيب لك الصورة هو كابتن أمين عمر، لكن الكابتن نادر قمر الدولة أخذ بعضه وراح علشان اللقاء اللي كان بيجمع ما بين حرس الحدود وسبورتنج في منافسات الجولة الثانية بالدورة المؤهلة للدوري المصري الممتاز اللي كان بيتلعب في استاد الماكس. أهو الكابتن أمين عمر أهو. طب الكابتن نادر قمر الدولة أخذ بعضه وسافر ليه؟ هو ايه اللي حصل والقصه عامله ازاي؟ معايا على التليفون الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، يفهمنا الواقعه الغريبه دي حصلت ليه. يا حاج محمد اهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل. ابراهيم حبيبي ازيك؟ في البدايه طبعا احب اهنيك على البرنامج. ربي يبارك في عمرك. واي مكان يا حبيبي انت تكون فيه تزينه وتزيده، وان شاء الله دايما موفق وان شاء الله دايما متالق وتسري الاعلام المصري والعربي بكل ما هو يعني بكل ما خير وطيب. رب يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش منك، متشكر. تستاهل كل خير يا ابراهيم، انت تستاهل كل خير يا حبيبي. اي مكان انت تروح ان شاء الله يا حبيبي. على راسي، متشكر جدا لذوق حضرتك. طيب حبيبي ابراهيم، خليني اسالك الموقف ده ايه اللي حصل، يعني كواليسه ايه؟ يعني هل 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 ده طبيعي؟ هل في حاجه في السيستم غلط؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ لا، هو السيستم لم يتدخل في الخطا ده خالص. السيستم كان واضح وصريح، السيستم كان معايا ان كابتن امين عمر طبعا هو خطأ بسيط وارد ان كابتن فاروق طبعا انت عارف يعني من الناس اللي احنا بنثق فيهم وبنعتز بيهم. من فتره يعني من كام يوم هو كان بلغ كابتن نادر بانه هيكون في الماتش ده، وكان المفروض ينتظر السيستم لما يبلغه، لان السيستم هو اللي ده سيستم اللي عايز تقول لي الناس ده سيستم الكتروني، البعض قد لا تتوفر لديه المعلومه، ده سيستم الكتروني. السيستم الالكتروني اللي بيبلغ بس، لكن القرار ما بيبقاش من السيستم، القرار بيبقى من اللجنه وفي الغالب من الخواجه. ماشي. فطبعا اول امبارح تقريبا الخواجه كان معاهم في اجتماع، وكان عاوز ان الحكام اللي طالعين يحكموا في افريقيا يكون زي تدريب ليهم المباريتين دول، وادى تعليماته بان كابتن امين عمر وكابتن محمد عالي اللي هم اللي ياخدوا الماتشين دول كنوع من يعني هو ده شغل الراجل، وهو يعني ماشي مفهوم، يعني شايف ان ده اصلح يعني مفهوم. بس فطبعا تم تبعهم عن طريق السيستم، وممكن يكون الكابتن محمد فاروق اعتمد على ان الكابتن نادر هيستنى
دعوه السيستم لي، ولكن بسيطه ان شاء الله كابتن نادر ياخذ بعد كده ماتشات ان شاء الله احسن واكبر ويتالق فيها ورب فوقهم كلهم ان شاء الله. بريرا مكمل معاكم ان شاء الله. احنا المجلس الاداره سكت شويه يا حاج محمد، انا عارفك سكت شويه. حبيبي ابراهيم ما قدرش والله. هو بريرا طبعا مجلس الاداره مقتنع بيه بادائه، ولكن القرار هيكون للمجلس طبعا على اخر. والحاج محمد مقتنع بيه؟ اه انا مقتنع بيه. طب سكت شويه ليه؟ رقصتني. لا والله ما رقصتك، بس يعني انا ما اقدرش اقول حاجه ما صدرش بها قرار، وانا انا عضو في مجلس الاداره وليس كل مجلس الاداره. لكن انت حاج دلوقتي بتقول لي ان هناك قناعه بيه، هناك قناعه كامله بيه. انا مقتنع بيه يعني. هو 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 مجلس اداره اتحاد الكوره عنده استطاعه انه يستقدم اي خبير تحكيم سواء من جوه مصر او بره مصر عشان يضمن ان العمليه تبقى ماشيه في مسارها الصحيح. عظيم. طيب خلينا نروح يعني معاك. ده ده ده, ده كلام خده على مسؤوليتي. مجلس الاداره لن يدخر اي اموال في سبيل ان التحكيم المصري يمشي في مساره الصحيح. واللي هيشوفه مجلس الاداره صح في هذا الشان هيعمله ودون الالتفات لاي شيء. طيب خليني اروح بقى معاك لمعسكر منتخبنا الوطني والمباراه المقبله ان شاء الله باذن الله، المباراتين اللي في ظهر بعض بوركينا وغينيا. كيف رايت مران منتخبنا الوطني ومعسكر المنتخب؟ والله يعني ما شاء الله من 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 بدايه المنتخب ما حدش اتاخر معاهم ابدا. مجلس الاداره تقريبا كله باستثناء اللي موجود خارج مصر او اللي مشغول في حاجه تاني كل في التمرين كل يوم. سياده الوزير كان امبارح واول امبارح وكل يوم كلنا حواليهم، ما حدش سايبهم خالص ابدا. كل طلباتهم ان شاء الله مجابه، وبس ما فاضلش غير ان احنا نقول يا رب، لان الماتشين دول ان شاء الله لو عدينا منهم رجلنا كاس العالم خلاص ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله هنعدي. لكن الاولاد زي الفل والمعسكر زي الفل. النهارده كنا في التمرين جديه وحماس وحاجه حلوه خالص خالص يعني. ال ال بس وعلى الله التوفيق. طيب العلاقه عامله ازاي دلوقتي؟ مصر كلها كانت بتسال من امبارح للنهارده المقابله بين الكابتن صلاح والكابتن حسام والكابتن ابراهيم، الدنيا ماشيه ازاي؟ والله انا الموضوع ده يعني 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 بستغرب فيه يعني. هو 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 ما حدش قال ان العلاقه يعني. الناس زي الفل والله، اقول لك يا سمنة على العسل زي الفل يعني. حلو. ما فيش حلو سمنة على العسل ده حلو. والله سمنة على العسل من الاول، والله من اول لحظه يعني. انا مش عايز ازايد واقول لا كويسين ويعني، لان مجرد المديح ما بين العلاقه فيهم برضو يعني ما يعني 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 مستكتر. انا يعني مستكتر ان احنا نزود في المديح ما بين العلاقه بيهم. العلاقه بينهم طبيعيه واكثر من طبيعيه كمان واحسن من طبيعيه ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله ويرزقنا المكسب في الماتشين اللي جايين، وزي ما بتقول حضرتك انه هذا المكسب سيضمن لنا التواجد في كاس العالم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا حاج محمد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حاج محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وبرده تصريحات مهمه في هذا السياق. عندي خبرين في الزمالك. الخبر الاولاني ان هناك مرشحا لتدعيم الجبهه اليسرى في نادي الزمالك مع الموسم المقبل في حال حل مساله القيد والقصه ديت. امبارح كان معايا استاذ عمرو ادهم على الهواء مباشره، والراجل وضح نقاط كتيره ان هم بيتحركوا وانه مش عايز الجماهير تقلق، وانه مساله رفع القيد يعني هتحصل وفي خطوات عده بياخدها نادي الزمالك. وبالتالي اقدر اقول لك انه في هذه الجزئيه في مساله التدعيم الزمالك بيتحرك فيها. جوزيف نجويم ظهير ايسر مودرن فيوتشر قد يكون هو اللاعب القادم الى نادي الزمالك في حال طبعا احنا بنتكلم على ترشيح. اتكلم على ترشيح ما اتكلمناش على مفاوضات. وارجوك خليك دايما معايا ايه مركز في اللفظ نفسه. يعني مرشح يعني لسه في دي بنقول عليها الحته الاولانيه، بنقول عليها ايه الاختيارات الانتقاء. فمرشح الاول من ضمن ناس مرشحين، فده المرشح الاول. بعد المرشح الاول بنروح نقطع الطريق بتاع المفاوضات. انا عايز وانت عايز ولا لا، عايز تبيع ولا لا، انا عايز اشتري وانت عايز تبيع، عايز تبيع ولا لا، انا مش عايز ابيع، لا خلاص انتهت القصه. طيب اللعيب عايز ولا مش عايز، وانت طيب فيها كلام ولا لا، الحاجات اللي شبه كده تبتدي من بعدها مساله المفاوضات. دايما عايزك تبقى ايه مركز في شويه التفاصيل ديت عشان خاطر هي اللي بتحسم اي عمليه تفاوضيه. ده في الجزئيه الخاصه ب
الظهير الايسر. بالنسبه لمحمد صبحي فهي تقريبا ما فيش مشاكل، يعني صبحي ما عندوش شروط كبيره وهو بيتكلم فيها مع الزمالك، يعني ما عندوش طلبات كبيره قوي للزمالك. راجل يمكن يكون متعاون لاقصى درجه، لك يا جماعه اللي انتوا عايزينه فانا ما فيش مشكله. ففاضل بس ياخد مقدم عقود اللي فاتت، مقدم عقده اللي فات، والعقود الجديده هيتم التوافق عليها، مش هيبقى فيها مشكله لانه على ما يبدو طبعا انه له مستحقات. ماشي، ده في الجزئيه ديت. عندي موضوع وفي قصه كده دايره بقى لها فتره في امبي لا علاقه باحد اللاعبين وفريق الناشئين، فريق طلاع الجيش، في لعيب كان امبي طلب وقال يا جماعه بصوا على اللعيب ده لانه اللعيب ده الدنيا يعني مش احسن حاجه، في تزوير، في حاجه هنا، واتحسبت البطوله للاهلي وامبي بيشتكي. انا معايا على التليفون استاذ ايمن الشريعي، يقول لنا الخلاصه فين، القصه مشيت فين، واللعيب جراله ايه، والموضوع على بعضه كده نتائجه وصلت لفين. انا معايا على التليفون استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي. استاذ ايمن مساء الفل، تحياتي يا كابتن مصر يا جميل، الف مبروك طبعا على ظهورك الجديد برونق جديد كالعاده. الله يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك. نتمنى لك دايما كل خير وتوفيق ونجاح يا ابراهيم. رب يبارك في عمرك يا رب، ده من ذوقك والله العظيم. خليني اخش معاك في التفاصيل، ايه اللي حصل؟ اديني النتيجه، ايه اللي حصل في القصه؟ بص، احنا كان عندنا مشكله مع بطوله 2003 السنه دي، وكان الاتحاد طلع النتيجه من الاهلي بطل الدوري. مشكله مش مشكله الاهلي ولا مشكله امبي، بس عشان يبقى الامور تبقى واضحه. هو في لعيب احنا طعنا فيه انه اوراقه مزوره. اللعيب ده كان النادي الاهلي قدم فيه شكوى السنه اللي قبل اللي فاتت في بطوله 2001، هو اللعيب الاهلي. والاهلي اثبت ان بطاقته اللي هو مقدمها طالب دي بطاقه مزوره. رئيس لجنه المسابقات ادى الثلاث نقط للنادي الاهلي في المسابقه اللي قبل اللي فاتت. واحنا كالعاده لما لقينا الولد جبنا البطاقه اللي هي المصدره في 2019 انها طالب، وقلنا يا جماعه الولد ده مزور، الولد مكتوب في المهنه بتاعته طالب، والولد مسنن اول شهاده ميلاد طلعها وهو عنده 14 سنه. فاللي بيطلع شهاده ميلاد وهو عنده 14 سنه مستحيل يبقى طالب. مشينا على نفس النهج الاهلي، اكتشفنا ان الاتحاد او لجنه المسابقات قالت لك لا، هو عدل وضعه وغير البطاقه لبطاقه عامل وكتب تعهد انه مش متعلم. فكده احنا عملنا الاجراءات السليمه. طبعا ده كلام احنا رفضناه، ده كلام مش منطقي. مش حاجه اسمها حد بيقنن، احنا مش بناخد حد ارض. لما احنا بدايه الوضع اصلا يا ابراهيم، يعني إن هل انتوا تاكدتوا من تزوير اللاعب؟ تاكدتوا بنسبه 100%؟ اللاعب احنا طبعا بنوجه كل الشكر لوزاره الداخليه وقطاع الاحوال المدنيه، حاجه في منتهى الاحترام والشفافيه والنقاء والانضباط. قدمنا الشكوى ان اللاعب ده بطاقته 2019 الطالب دي مزوره، حقق فعلا التزوير، الولد مقدم شهاده مزوره فعلا في الورقه بتاعته. ايوه. وطلعت عنها طالب، الطالب دي مش مزبور. وبناء عليه هو طلع بطاقه بعد كده عامل، وما بني على باطل فهو باطل. كان المفروض لما اكتشفت الحاله في 2001، الاهلي كان بياخد الثلاثه بونت بحق الاهلي. بس الولد كان لازم يتشطب، مش حاجه اسمها اجراء اداري. كان لازم يتشطب من وقتها. طيب انتوا دلوقتي ايه الاجراء اللي انتوا هتعملوه اذا تاكدتوا من مساله التزوير عشان اخش الملف تاني؟ احنا قدمنا بلاغ رسمي، انا كنت في النيابه حتى النهارده. وقدمنا كل اوراقنا وقدمنا كل حاجاتنا. وتحققنا ان البطاقه مزوره. عندنا مشكله تانيه مع الولد. ان الولد منتحب صفه اخوه، ده هيتثبت بعد كده. انما البطاقه ده موضوع خلاص خلص النهارده. الولد بطاقته بتاعت 2019 الطالب دي مزوره، متقدم شهاده من مدرسه ليس لها وجود، عليها ختم نفسه وعليها حاجات وخلاص بتلغت. والولد في قضيه بسبب القصه دي مبدئيا، البطاقه دي قضيه خلاص. صحيح.
طيب يعني انتوا دلوقتي بتتحركوا في كل حاجة لها علاقة بالشق القانوني. خليني أسألك بقى في جزئية تانية، محمد حمدي الأهلي الزمالك حد اتكلم مع حضرتك فيه ولا لسه؟ لا خالص 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 خالص. محمد أمين أوفا خالص، ولا أوفا ولا كالوشة ولا محمد حمدي، اللي هم اللي عليهم المغط يعني، اللي عليهم العين والنني. ايه عليهم العين والنني او الايد، يعني ايا كان المسمى ايه يعني. ماشي. الايد دي اللي بتستلم. ما حصلش اي نوع من انواع التواصل في القصه دي خالص يعني؟ لا خالص. صحيح. استاذ ايمن انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، وخالص تمنياتي وتحياتي ليك وبالتوفيق دايما يا رب. بشكرك بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ ايمن الشريعي رئيس نادي ام بي، بتقولوا ايه يا شباب؟ بتقولوا ايه يا شباب؟ طيب خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل لسه متواصلين معاكم. ما تنساش عزيزي المشاهد ابعت كل الاسئله بتاعتك لأفشة ملك التاسعة على الهاشتاج بتاعنا أفشة مع فايق. خليكم معانا بعد الفاصل، لسه متواصلين معاكم.